اوكي، قبل فتره نزلت فيديو عن التلفزيون الجديد من ال جي، واللي هو تلفزيون جدا رائع بالنسبه للناس اللي تحب تشوفه. راح اخلي لكم اللينك هنا او بصندوق الوصف. لكن حسيت اكو فشي كان ينقصه، كان اكو فشي ناقص بهذا التلفزيون، او فد اضافه تعطي تلفزيون نكهه ثانيه، واللي هي كانت LED strip light. وبما انه انا مجرب تكنولوجيا فيليبس هيو، فقلت ليش ما اجرب اللايت ستريب مالتهم. وبالمناسبة هذا اللايت ستريب هو مو مخصص لهيك اغراض، هو مخصص للمكاتب، للرفوف، او يعني خلف هاي الامور، للاطراف مال الحائط، للاطراف مال اي شيء ثاني تقدر تخليه، لكن ما يمنع انه تستخدم لهذا الغرض. وعلى الرغم من الاداء والامكانيات والتكنولوجيا اللي تقدمها فيليبس هيو، لانه هي نوعا ما اغلب مثيلاتها، لكن انا حصلت هذا الستريب بسعر منخفض جدا، حوالي 50 دولار. حاليا هو سعر 90 دولار، يعني سعر الاصلي حاليا 90 دولار، ووقتها كان عليه تخفيض، فاخذته ب 50 دولار بدون اي تردد. مثل ما تعرفون انه انا احب هاي التفاصيل على العلبه، وديزاين منتجات فيليبس هيو مميز جدا بهذا الخصوص، خصوصا الاضاءه الملونه اللي يستخدمونها، اللون الداكن والبنفسجي، واللي يسموها وايت اند كلر امبيانس. هذا اللايت ستريب هو عباره عن شريط LED مترتين ووصله اضافيه او اكستنشن بطول متر، تقدر تستخدمها لو المكان اللي تريد تستخدم به الاضاءة كبير مثلا، وتقدر تضيف لها بعد وصلات اضافية او ملمترة مثل اللي جت بالعلبة الى غاية 10 مترات. يعني ممكن تسوي الشريط مالتك طوله 10 مترات، لو عندك مساحة مثلا خلف ميز معين او خلف مكتبة او خلف الشيء لغاية 10 مترات. تقدر تريد تسوي مثلا دائر مدائر الهول مالتك او فشي، او دائر مدائر الغرفة، او اذا عندك مكتب تريد تسوي اللايت بكل مكان. اللي الالوان اللي يدعمها هذا اللايت ستريب هو بين الابيض البارد، يعني البارد جدا اللي لونه يصير جدا ثلجي، وبين الابيض الحار اللي يكون لونه مثل لون الاصفر تقريبا. فالالوان اللي هنا خلينا نقول هاي البياضات اللي يستخدمها، اضافه الى 16 مليون لون او مليون طبقه لون، يعني اضافه الى الالوان الرئيسيه عندك طبقات ثانيه بين هاي الالوان 16 مليون لون. يعني هاي الالوان طبعا ما راح تقدر تشوفها لون بلون، لكن هي مجرد طبقات الوان لا اكثر. من جهه الخلفيه للعلبه راح تكون عندنا كل المعلومات اللي نحتاج نعرفها عن هذا المنتج، مثل مكونات العلبه، العمر المقدر للمنتج واللي يقدر بحوالي 25000 ساعه استخدام، اضافه لانه يشتغل بقوه 1600 لوميا ويستخدم حوالي 20 واط. يعني انت تقدر تعرف من خلال الوطية اللي يستخدمها انه مقدار الكهرباء اللي يستخدمها اذا كانت هواية بالنسبة لك او لا. الشيء المزعج بهذا المنتج وبكل منتجات فيليبس هيو انه يتطلب فيليبس هيو بريدج، اللي هو عبارة عن جهاز تربطه بالانترنت مال البيت او الواي فاي مال البيت، وتربطه مع الاجهزة او اجهزة فيليبس هيو الذكية، وهذا الجهاز راح يمكنك انه تستخدم الاجهزة كاجهزة ذكية، او هي اصلا اجهزة ذكية، لكن هو يخليك تتحكم بهاي الاجهزة الذكية من خلال تطبيق فيليبس هيو. يعني انت ما تقدر تستخدم هاي الاجهزة فقط من خلال الواي فاي او بلوتوث، بعضها يشتغل من خلال البلوتوث، لكن اذا تريد تحصل على التجربة الكاملة انت لازم تجيب هذا الجهاز. واذا انت كنت مفكر انه تستخدم منتجات فيليبس هيو وعجبتك، اكو عندهم ستارت كيت، منتجات يعني علبه خاصه للمنتجات اوليه لاول مره اذا تستخدمها، فيجي وياها الستارت كيت مثلا عندك خلينا نقول 3 جلوبات، ويجي وياها هذا البريدج، وكلهم راح يصيرون بسعر مناسب جدا. اوكي، من نفتح العلبه حيكون عندنا الادابتر اللي نستخدمه في النقطه الكهربائيه، واحد اوروبي والثاني بريطاني، اضافه الى المحوله اللي يشتغل بها اللايت ستريب. والشريط نفسه هو عبارة عن مترتين ومتر إضافية مثل ما ذكرت، إضافة إلى الوصلة اللي تربط بهم راح تكون مهمنة موجودة بالعلبة، وبعض الأوراق اللي تجي مع أي منتج، فهاي هي محتويات العلبة. عملية الربط على التلفزيون كانت مزعجة بعض الشيء، لأنه على الرغم من مرونة الشريط، لأنه الزوايا مزعجة حتى تسوي بشكل مربع ومستطيل على أطراف التلفزيون، أنت تحتاج تعكسهم واحد واحد يعني متوصل للزوايا، يعني لو كانت مساحة عادلة فماكو مشكلة، لكن من تجي تعكسها على الجوانب كانت هي هاي المشكلة اللي كنت أعاني بيها، لأنه هو مو مخصص مثل ما قلت أنه يكون يستخدم بهاي الزوايا، يعني اللي قريبة من بعضها مثل التلفزيون، هو مخصص أنه يشتغل بشكل مستقيم، أو ممكن تكون زوايا أوكي بيها مرونة أنه تلصق للداخل، لكن تلصق بهذا الشكل على شكل سطحي يعني على التلفزيون من وراء شوية كانت صعبة نوعا ما، لكن 5 دقائق من وقتك وصبرك وكل شيء راح يكون تمام. ومثل ما قلت لكم هو مو مخصص للتلفزيون، اكو منتج ثاني اللي هو اسمه ستريب لايت بلاي اعتقد، او هيك شيء، راح اخلي لكم الصوره مالته هنا، وهو هذا المنتج هو اصلا مخصص للتلفزيون، لكن عيب هذا المنتج انه يكون جدا غالي، يعني سعره تقريبا ضعف هنا وثلاث اضعاف، اضافه الى الاطوال مالته تجي معينه، يعني تجي 3 جوانب فقط، انه يغطي لك 3 جوانب، يعني بقياس التلفزيون تقدر مثلا تختار 55 انش او 65 انش،
لكن الطول ما راح يغطي لك بس 3 جوانب، وانا ردت انه يغطي اكثر من 3 جوانب خصوصا يعني المنطقه اللي جوه، واستخدمت هاي 3 مترات وما غطت لي كل شيء، لكن غطت لي كل الجوانب الظاهره واكثر يعني ما عدا الستاند، لانه الستاند ما راح احتاج ورا لانه انا مخليه. واذا اردت مستقبلا انه انا اعلقه راح اجيب له بس اكستنشن اضافي فدمتره واكمل هاي اللي جوه وخلاص انتهى الموضوع. هذا هو الحلو بهذا الستريب لايت، انه تقدر تكبره على حسب ما تريد وش وقت ما تريد، واذا ربطته بشكل متساوي من كل الاطراف فالاضاءه المعكوسه اللي راح ينطيها راح تكون متوزعه على كل الجوانب، وراح يبين وكانه الضوء طالع من الاطار الخلفي للتلفزيون نفسه، يعني وكانه الار اي دي هو مبني بالتلفزيون، مثل ما نشوف تلفزيونات فيليبس اولد اللي بيها هذا اصلا يجي، يعني الشريط هذا يكون موجود ويكون افضل لانه هو راح يشتغل ويا التلفزيون، وكل اسباب راح اذكرها بعدين واقول لكم ليش انه هو هذا اللي بالتلفزيون افضل من هذا الشريط، لكن هذا يعتمد على اختيارك للتلفزيون، لو انت ما اخذت تلفزيون على مود هذا الشيء فاكيد التلفزيون موجود وتلفزيونات الات مال فيليبس كلش زينه، لكن انا قررت اختار هذا التلفزيون بانه بالنسبه لي يخدمني هذا التلفزيون اكثر، وهذا الشيء كاكسسوارات ثانويه اقدر اتجاوزها بهذا الموضوع مثل ما سويت. وبالمناسبه هو بشريط لاصق، مجرد تشيل الاوراق اللي عليها تقدر تلصقها على اي سطح معدني او خشب او بلاستيك، والصراحه كنت اتوقع انه ما يتحمل وممكن يوقع، لكن حد هسه تمام وماكو اي مشكله. الشيء المزعج انه الشرايط اللي على اللاصق اللي لازم تشيلهن وحده وحده انهن كلش صغار، ولازم تظل تشيلهن بكل هدوء وصبر مثل ما قلت لكم 5 دقائق وينتهي الموضوع. واذا كنت حاب تستخدم الاكستنشن او المتره الاضافيه فاكو وصله صغيره راح تجي بالعلبه تقدر تربطها بيها وينتهي الموضوع. بعد ما تنتهي من الربط كل اللي يحتاج تسويه هو تربطه بالكهرباء ويشتغل مباشرة، وبعدين تربطه من خلال تطبيق فيليبس هيو اللي يمكنك انه تتحكم بكل شيء من خلال التطبيق، مثلا تعطي اسم وتخليه بغرفة معينة اذا انت مخصص غرفة، اضافة الى انه تقدر تتحكم بالاضاءة وكل شيء مثل الالوان وقوة الاضاءة وكل هاي الامور تشغله وتطفيه كل شيء من خلال التطبيق، يعني ما تحتاج تسوي اي شيء من خلال اي دقمة موجودة على حائط او بالجهاز نفسه، انت ربطتها مرة واحدة وصار ورا التلفزيون او صار ورا الميز وكل شيء تقدر تتحكم به من خلال التطبيق. مو بس من خلال التطبيق، تقدر تتحكم به من خلال الصوت، يعني مجرد تقول الصوت اذا انت كنت ربطته مثلا من خلال جوجل هوم او جوجل اسيستنت بما معناه المساعد مال جوجل، فانت من تحكي الصوت وتقول مثلا شغل لي الضوء خلي لي المود الفلاني من خلال الصوت، اذا انت مفعل هاي الخاصيه من خلال جوجل هوم ومثل ما ذكرناها كذا مره بالفيديوهات السابقه اللي تقدرون تشوفوها مني بالقناه، هي خاصيه كلش حلوه انه من خلال الصوت انت ما راح تحتاج تسوي اي شيء، حتى ما راح تحتاج تجي لموبايلك وتغيره وتسوي اي فشي، او من خلال مثلا امازون او من خلال مثلا خلينا نقول سيري، انت على حسب شنو الشيء اللي تستخدمه بالبيت. انا بالنسبه لي استخدم جوجل اسيستنت او مساعد جوجل، وهذا الشيء بالنسبه لي كلش سهل، واربطه من خلال جوجل واشغله واطفيه واغير اللون. Hey Google, turn on the light. والتطبيق نفسه يجي باجواء خاصه ومودات خاصه تقدر هم تعدلها او تشغلها من خلال التطبيق. وطبعا اذا كان عندك كذا ضوء من فيليبس هيو بنفس المكان راح تقدر تسوي اجواء خاصه بالمكان نفسه، راح تكون كلش كلش حلوه. وهاي الفكره صراحه براسي انه حاب اسويها، انه اخلي بعد كم ضوء من فيليبس هيو بنفس المكان، وراح يصير مزيج كلش حلو يتفاعل من خلال الصوت، من خلال التطبيق، من خلال روتينات انا اقدر اسويها. واذا حابين تشوفون هيك فيديو اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله راح اسوي فيديو مفصل فقط عن هاي الخاصيه او عن خواص منتجات فيليبس هيو بهذا المجال. الالوان اللي يقدمها فريده من نوعها، تحس انه المنتج متعوب عليه بسبب دقه وتعدد الالوان ووضوحها. من تغير بين الطبقات مو فقط ينطيك الالوان الرئيسيه، لا الطبقات اللي بين هاي الالوان الرئيسيه، مثلا عندك الاخضر والاصفر الوان رئيسيه متقاربه، الطبقات اللي بيناتهم الطبقات اللي تميل مثلا للاخضر واللي تميل للاصفر واللي تعطيك مزيج بين الاثنين واللي تعطيك مثلا اخفت او اقوى، يعني فالطبقات كلش كلش راقي، يعني مو يعني تقول مثلا عندك اخضر عندك 50 لون اخضر، عندك 60 لون اصفر، عندك 60 لون ازرق، يعني الوان وطبقات متشعبه كلش كلش هوايه، يعني تحس انه المنتج صراحة على الرغم انه هو غالي، يعني ما انكر منتجات فيليبس هيو غالية، لكن الوانها كلش كلش حلوة ودقتها كلش كلش حلوة، والتحريك باللمس من خلال القرص الدائري اللي موجود بتطبيق فيليبس هيو هذا شعور وحده كافي حتى تشتري منتجات فيليبس هيو. اوكي يعني هسه حكيت عن كل الاشياء الحلوة بهذا المنتج، لازم تعرفون بكل منتج اكو سلبيات واكو ايجابيات،
وسلبيات هذا المنتج ذكرت بعضها مثل انه سعره غالي، بعض الاوقات مثل بلاك فرايداي يسوون تخفيضات كلش كبيره على هاي المنتجات، او تخفيضات راس السنه او تخفيضات بدايه السنه او بالصيف، فدائما اكو تخفيضات على هاي المنتجات، فاذا تتابعون راح تحصلون منتجات كلش زينه. اضافه الى انه ما تقدر تستخدم هاي المنتجات فقط من خلال البلوتوث او الواي فاي او الامكانيات اللي تريد تحصلها فقط من خلال البلوتوث او الواي فاي وتربطها مباشره مع التطبيق، هاي الخاصيه مو موجوده، راح تحتاج بريدج. ومثل ما قلنا تقدر تتجاوز هذا الموضوع من خلال انه تشتري ستارت كيت مره واحده، تشتري البريدج وتقدر تستخدمه مع اعتقد 10 او 20 منتج بصوره عامه. لكن الشغله الاضافيه اللي كنت اتمنى تكون موجوده خصوصا بهذا السعر انه مثلا اكو خاصيه اسمها الانترتينمنت اريا، هي احلى خاصيه تقريبا بهذا المنتج، واللي هي مع الاسف ما تقدر تستخدمها الا بطريقه مزعجه جدا. الانترتينمنت اريا هو من تسويها ويتفاعل ويا الصوره، مثلا الالوان اللي تظهر على الشاشه راح يتفاعل وياها، اذا كانت اكو الوان زرقاء او صفراء او حمراء فيتفاعل وياها وكانه يصير شاشه واحده، او يتفاعل مع الموسيقى او الصوت اللي خارج من خلال التلفزيون او من خلال اللابتوب، او يتفاعل مع الالعاب. فهاي الخواص الحلوه اللي موجوده بهذا المنتج ما راح تقدر تستخدمها الا بطريقتين. الطريقه الاولى مع البي سي او الكمبيوتر، فاذا كان عندك كمبيوتر وشاشه كبيره وتربط ورا هاي المنتجات فانت تقدر تستخدم هاي الخاصيه وتتمتع بيها دون اي مشكله، او اذا كانت موجوده بالغرفه مثلا اذا خليتها بالمكتب مالتك او خلف المكتب مالتك وردت يتفاعل مع الكمبيوتر اللي انت حاطه بهذا المكتب فهاي مو مشكله، راح يتفاعل بكل سهوله وبكل سلاسه مع الصوره مع الصوت مع الالعاب بهذا المكان. لكن لو انت حبيت انه يتفاعل مع التلفزيون راح تحتاج انه تربط اللابتوب مع التلفزيون من خلال HDMI، وصلت ال HDMI، وتشغل الشيء اللي تريد تعرضه على التلفزيون من خلال اللابتوب، وتشغل الانترتينمنت اريا من خلال اللابتوب، فالصوره اللي معروضه على اللابتوب ومنقوله على التلفزيون راح يكون بها اكو تفاعل، لكن هذا التفاعل جاي من اللابتوب، فانت كل مره اذا تريد تستخدم هاي الخاصيه لازم تربطها مع البي سي او اللابتوب حتى تكون عندك هاي الخاصيه، وهاي طريقه جدا مزعجه اذا حبيت تسويها كل مره. الطريقه الثانيه انه تقدر تشتري جهاز اسمه سينك بوكس من فيليبس نفسه او من فيليبس هيو، وتقدر تربطه بالتلفزيون من خلال HDMI كيبل او مع الكونسولز مالتك او اي اجهزه ثانيه، وتسوي نوع من الارتباط بين هذا الجهاز والتلفزيون مالتك فيعرض لك الصوره ويشتغل المنتج بصوره كلش طبيعيه. لكن هذا الجهاز راح يكلفك $220، يعني اغلى من الستريب نفسه بثلاث اربع مرات، فبهاي الحاله انت راح تعطي فلوس هوايه او مبلغ كلش كبير، واعتقد انه هذا الجهاز جدا مبالغ به. هاي واحد من اسباب فيليبس هيو انه هم يقدموا لك منتجات لكن هاي المنتجات بها اشياء مو متكامله، وبنفس الوقت يكون سعرها جدا غالي، وبنفس الوقت تكون جدا رائعه، يعني الامكانيات اللي تقدمها كلش حلوه. ففيليبس اتمنى انه تشتغلون على منتجاتكم اكثر او تقللون من اسعاركم. عموما والصراحه والخلاصه انه انا جدا مقتنع بهذا المنتج والامكانيات اللي يقدمها بهذا السعر، فهو جدا رائع، وراح اخلي لكم اللينك مال هذا المنتج والمنتجات الاخرى مال فيليبس هيو تقدرون تتعرفون عليها من خلال صفحه فيليبس نفسها، وهاي المنتجات تقدرون تلقوها بكل مكان خصوصا على موقع امازون لو حابين تشتروها، هم راح اخلي لكم اللينكات. واذا عندكم اي سؤال عن منتجات فيليبس هيو او اي شيء اخر لا تنسون تتركوا لي بالتعليقات وراح اجاوبها باسرع وقت. وكالعاده اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناه. سلام.